اهلا وسهلا كبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو هذا ان شاء الله يلقاكم ما ناقصكم حتى خير، والامور ديالكم كلها مزيانه يا ربي. ايوا اختي، رجعنا الروتين ديالنا العادي. شنقول لكم الصراحه، جاتني قاصحه من جوج ديال الحوايج. اول حاجه كان رمضان وساله، ما سخيناش به الصراحه، ما كرهناش انه يزيد يطول. صراحه الاجواء ديال رمضان بوحدهم وما كاينش بحالهم نهائيا، واخا شويه في الايام العاديه الصيام ولا كيجينا شويه قاصح، ولكن الاجواء ديالو الصراحه غير واعرين، ما كنسخاوش انه يسالي. هذه اول حاجه. ثاني حاجه انه كنت مسافره وكنت مستمتعه وكنت في بلادي وبزاف ديال الحاجات، وجيت هنايا اللي راكم عارفين هنايا الجو. صراحه الحاجه الوحيده اللي ما كنحملش في هذه البلاد هذه هي الجو، ديما البرد، ديما داك الكز كيجيب لي انا البرد والشتا كيجيبوا لي اكتئاب. انا من النوع اللي ما تعجبني الصيف، تعجبني السخونيه، كيعجبني الجو السخون. هادو جوج ديال الحاجات اللي خلاوني انه باش نرجع الروتين ديالي العادي، جاتني شويه قاصحه، وكنحاول ما امكن اني نتاقلم مع الوضع ونتقبل الوضع وانا غاده مع الوقت وصافي. كيما شفتوا هنايا كنجمع الصالون، واخا ما كانش موسخ، ولكن ضروري ما ندوز عليه هكا واحد المسيحه. وخليكم مع الفيديو، كنتمنى انه يعجبكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، التعليق ديالكم الزوينه، وكنحمق عليكم. وشكرا بزاف على التفاعل ديالكم في الفيديوهات اللي فاتوا، بوسه كبيره لكم. لاقي فين دابا لبست عليا، بدلت رازين خارجه، المهم خارجه صراحه ما كنت ولا كاع غادي نخرج اليوم. كنت دايره هاد السمنه هادي باغا نخرج، حيت خاصني بزاف ديال الحاجات ناخذهم، ولكن اليوم بالضبط ما كنتش دايره غادي نخرج. المهم بقينا جاش اخوان داكشي، بقينا كنهضروا وحنا نوضوها على سبب تافه، ما يستاهلش اننا نوضوها. ولكن بعض المرات كيجي الواحد كيكون مورا عندك هاوط كتجاوبي مهضره ماشي تلهيه، هو كذلك تيجاوب صافي تصدقوا مكبرين الموضوع على والو. حتى واحد ما هاني، لا اللي مجوج، لا اللي مجوج هاني، لا اللي سيليباتير هاني، لا اللي في الغربه هاني، لا اللي في بلادو هاني. صراحه شنقول لكم، حتى واحد زعما ما لقاها كيف بغاها. بحال واحد المره واحد الفيديو وصلوني فيه واحد لي كومونتير، كنت قلت واحد الهضره على شي حاجه ولا ما بقيت عاقله، قلت لكم ما عندي زهر. عرفتي شحال لي كومونتير جاوني؟ ايوا شنقولوا حنايا، هادو لي كومونتير كيقول لي واش نقولوا حنايا، كيفاش نتيا عايشه بخير وعلى خير، عايشه في الانجليز. ما عقلتش بالضبط، ولكن كنقول لكم الكونسيبت ديال لي كومونتير، اش غنقولوا حنايا اللي هادي واللي مازال كنتسناه واللي كذا واللي كذا، كيسحابهم زعما راه انا سعيده. لا لا، حتى واحد ما سعيده البنات. اللي قالت داكشي اللي كتشوفوا راه غير جزء من الحياه، ولكن شحال من حاجه ما كتصورش وما ما كنبينوهاش، وما كاينلاش تبان ديك الطاقه السلبيه يبلاش. اما اللي قالت لك راني هانيه وعايشه الحياه سعيد وداكشي، عرفوها غير كتكذب. هنا في الغربه كيكون صعب على انك تكوني حدا والديك. دابا مثلا فاش كيطرا بحال هكا شي سوء تفاهم ولا شي حاجه، راه فاش كيكون والديك غتمشي تبدلي ساعه اخرى عندهم، تجلسي عندهم، زعما تبدلي ساعه اخرى عندهم، غادي تحسي براسك زعما بدلتي الجو. شنو راسيل؟ راسيل بغات تحرك، راسيل حتى هي مسكينه قنطات، عزيز عليها تخرج. شنو مشيو؟ مشيو يلا مشيو يا قلت لكم البنات. ولكن عكس هنا في الغربه، شنو كاع ماكسيموم شنو غادي ديري؟ كتبدلي يا كتخرجي يا كتبدلي البيت ولا تطلعي فوق هو كان لتحت وصافي. ما زعما ما عمركم تشوفوا تبقاو تحكموا على بنادم من الفيديوهات وتقولوا راه سعيد وداكشي. راه تقريبا يوميا كيكون واحد سوء تفاهم على شي حاجه، راه ما يمكنش كاع الا جبلنا كنزقلو نهار. شنو مشيو ها يلا مشي. قالت لي اه سمعتو؟ قالت لي اه غنمشي دابا. عرفتو نهار انا دابا نهار كيكون هابط ليا المورال ولا كيطرا شي سوء تفاهم بحال هكا، كنولي شويه انانيه، كنبغي نطلع المورال ديالي شي حاجات كنديرهم، شي حاجات كيعجبوني. كنقول لكم لاستوس، شي حاجات كنديرهم كيعجبوني باش نطلع المورال، وكنولي شويه انانيه. انا من النوع اللي دابا ما نهضروش على اليوم، كنهضر على ديما. مثلا الا طرا شي سوء تفاهم ولا شي حاجه ما كنطيبش هذاك النهار، ولا الا طولات المده ما كنطيبش يومين ثلاث ايام، كناخذ روب وهذوك الايام باش كنبغي نحسو، كنحس نحسو بلاصتي
بالمكانه ديالي. صافي كنمشي دابا، انا غنمشي نبدل الجو، نمشي كما قلت لكم ندير شي حاجه عجباني باش نطلع المورال، وما نجيتها شي وقيته هذا الشيء اللي غادي ندير. غنمشي ناخذ شي حاجات كما قلت لك خاصيني، وغادي نبارطاجيهم معكم ان شاء الله. دخلت دابا البريمارك، جيت لهاد البلاصه هادي اللي فيها دوك العتواج ديال الوجه، وهذا مات لي واحد اللعبه هنا زوينه ما عمري ما شفتهم جابوها، اول مره كنشوفها. هادي البنات، هادي اللي كتما كدير مساج للوجه، كتحفز الكولاجين، وكت الا درتي شي كريم ولا شي حاجه كيشربها الوجه دغيا. ها نتوما هاد الثمن ب 50، غادي ناخذها نجربها. شحال من وحده شكراتها، غنجي نشريها انا نجربها. وهنايا هادو البنات، هادو ديما كنبدلهم، قال لك ضروري، قال لك ما خصش يطولوا عندك لحقاش كيشدوا الميكروبات. ايوا بغيتهم شي الوان ساعه ما لقيتش، لقيت غير هاد الكحل والكري، غناخذهم جوج مع بعضياتهم. انتم شحال دايرين؟ واحد ونص الثمن، واحد ونص. غادي ناخذهم ونشوف شي حاجه ديال الدراجه الصغار. هادو ناخذهم للبنات، شوف غزالين. راسي الديجا ديالها باقا جديده، ناخذها الرازين هذه غادي تفرح. وهادو اللي كيداروا في البنوار كتحمق عليهم رازين، ناخذ ليها شي وحده. دابا ولينا كناخذوا غير الدراري، ما حنا كنساو راسنا. شوف هادي شحال كتحمق، شوف فنه. ما عرفتش انا كدا غادي ناخذ هاد الضغنات، ما عمرها خداتها. ها شنو راسي هنا. بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم مقشر ديال لوكوغ، جايبين هنايا هاد السكراب، هذا ديال الكوكونات، هذا تا هو الكوكونات، هذا ديال براون شوغر وفانيلا. وهذا صراحه انا ما كيعجبونيش، كيعجبني ما تيديروا ليا، ما تيديروا حتى حاجه بحال كريم بحال شي زيت. اوكي ما سكراب ما كيعجبنيش الصراحه. اي وريتهم لكم. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو سكراب، ها هما راه جايبينهم هنا في بريمارك. والله الا البنات دخت اليوم اللي قال لي زعما غادي نخرج وما رجعت حتى شي وقيته، والله ما عرفت دابا شنو غادي ندير. عيطوا لي المدرسه ديال رازين، المهم كل مره فين كيعيطوا، مره كيعيطوا عندي انا، مره كيعيطوا عند باها، وقالوا لي راه فيها الالم ديال الدرسه اجي ديها. المهم هاد الدرسه هادي قيصه يا البنات، عرفتوا ما نقول لكم هنايا، عرفتي الطب زير والدونتيست زير، وعرفتي كاع اللي تقول لي الطب واعر هنايا وداكشي راه زعما باغ اكسبيريونس. صراحه ما عندي حتى شي اكسبيريونس في هاد البلاد هادي في الطب معاهم زوين. المهم كان اش كديري راسيل، انا كنهضر معاكم وراسيل باغا تنتحر من فوق الكروسه. لقيتها رمات بعد السبرديله، جاب الله شفتها جوج فردات وهي باغا تنتحر، دايره ليها الصمطه وداكشي ولكن باغا تلاح. المهم قلت لكم هذيك الدرسه ديال رازين قصه يا البنات. رازين تقبلت ليها الدرسه وبقات كتعطيها الالم بعد المرات، كينوض عليها الالم بعد المرات. قلت لش اخوان، قلت ليه قلت راه ضروري خصها ديها للدونتيست، قال لي لا راه هادو سنين ديال الحليب دابا تبدلهم. قلت ليه ما يمكنش تبقى بعد المرات كينوض عليها ونتسناو حنا تاعها تبدلها، ضروري ديها للدونتيست. المهم داها للدونتيست اللي فيها حفره، درسه فيها حفره، تشداها عمرتها ليها بلا بنج بلا والو، ما فهمت واش نقاتها ولا ما نقاتهاش. قالت لي رازين، قالت لي ما تقصحش ما والو، ما دارت ليها لا بنج لا حتى شي حاجه. العماره عمرت ليها تما، بقات الدرسه محفوره. تصوروا العماره كاينه غير تحت والدرسه محفوره. موالفين حنا فاش كنمشيو عند الدونتيست اللي كنعرف انا العماره ديال بصح، كيعمروها وكي كي 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 كتولي بحال درسه عاديه، ما كتبقاش بان كاع الحفره. هما لا، هي عمرت ليها لتحت بحال غطات ليها هذيك السوسه وخلات ليها الدرسه محفوره. وشنو هاد الايام هادو، والبارح
قالت لي راه زين، قالت لي راه كدرني الدرسه. قلت لها حلي حلي فمك، حلات فما لقيتها عندها ابسي منفوخ ليها اللحم كامل اللي داير بهذيك الدرسه، عاتو منفوخ واحد الدرجه ما تصوروش. قلت لها اخوان كي عتعيط لهم دابا غتقول لهم ها شنو ها شنو ها شنو ها شنو. عيط لهم قال لهم بغيت رونديفو، قالوا ليه شو ولاد الحرام. النهار الاولاني فاش عيط لهم حيت عارفينو غادي يخلص، عطاوه رونديفو في نفس النهار في ديك العشيه. دابا عطاوه من بعد 5 ايام. قلت لي راه ما يمكنش قول لهم راه كتالم. قال لهم قالوا ليه ما عندناش رونديفو. المهم وصافي ملي قطع معاهم داكشي قلت لكم عطاها من بعد. المهم اليوم بعد غدا عندها الرونديفو، ودابا عندها الالام. دابا غادي ما عرفتش شنو غادي ندير، واش غنعيط له نقول ليه دي رازين ولا نمشي انا نديها. والله ما عرفت، ضروري خصها تمشي للدونتيست اليوم، يمكن ليها تصبر حيت عندها ابسي وخصهم يشوفوا شنو كاين. وهذيك العماره زيرو اختي، ما فهمتش غنقول لكم ما فهمت. دابا غنعيط له هو، نعيط له ونكمل انا خرجتي، نعيط له هو يديها. اصلا هو يديها نار ولا الدونتيست، هو اللي عارفش من الدونتيست داها، يديها البريفي ماشي، ما احنا متسجلينش مع الدونتيست ديال انيشيس. هو اللي عارف زعما، هو اللي مشى معاها نهار الاولاني، هو اللي مشى معاها حتى دابا. اقطع معكم بعدا هذا، غنعيط له نمشي يديها. اصلا هو راكين في الدار، هو قريب المدرسه. جيت دابا البوت، بغيت شي كريم هيدغاطون صراحه، وجهي ناشف عليا كما قلت لكم. انا عندي بشره جافه وزيد عليها معرضه، ما نقول لكم ديما خصني ليدغاطاسيون. دابا هانتوما شوفوا هاد الماركه هادي، اولي هيرينكسن، واعره خطيره. جربتها صراحه ما ندمتش عليها. دابا دايرين هاد ليكيت، بغيت شو اينا كيت غادي ناخذ. كاين هذا في برايتنين سيروم وديال العينين، هذا فيه التونر فيتامين سي وكريم هيدغاتون، هذا فيه السكراب عندي انا، هذا السكراب هذا اللي فيه ديك الليمون ديك الحامضة، واعر خطير البنات، واعر. وما الماركة هذه البخودوي ديالها كلاس، تحسي بهم دو مارك، ماشي غير كور وعطي العوار. شوف هذا الباك هذا شحال صغير، ما عرفتش شحال داير. دايرين فيه كاع التامين، هاو السكراب اللي قلت لكم عندي، هذا الفول سايز واعر، ولكن ماشي ديال الاستعمال اليومي، قاسح شويه على البشره. هذا كينظف من الاعماق. كاين هذا الكيت، هذا بوست موسترايزر فيتامين سي وطونر، واعره. غادي نشوف انا كيت غادي نشري ضروري، غادي ناخذ شي حاجه من هاد الماركه هادي. عيط لي دابا، قلت ليها قلت لي سير جيب رازين، راه عيطت لي المدرسه شنو قال لي صافي. قلت لي عيط للدونتيست دابا، قول لهم عطيوني رونديفو ايمرجنسي، راه البنت راه كتالم، راه ما ساينوش يومين، هما نورمالمون عطاونا 4 ايام، دازت يومين، دابا راه بحال يومين. لا 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 راسي، لا 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 لا. وصافي بقى واحد 5 دقائق، عيط ليهم وعاود عيط لي، قال لي راه عطاوني رونديفو، عطوك كامونين. قال لهم دابا ما شوف شنو قال لهم، الله اعلم تقعد كبار الموضوع. اصلا الموضوع راه كبير، راه عندها ابسي، راه خص ضروري يشوف الدونتيست. اصلا المشكل منهم رصاي، اصلا المشكل منهم، هذاك ديك الابسي جايه من هذاك العماره، حيت خلاو الحفره في الدرسه، اي حاجه كلاتها مازال كتدخل للدرسه، كيبغاوها تبرا. انا النهار اللي جيت ديك العماره قلت لي الصراحه، قلت لي ما عمري ما عرفت شي عماره بحال هكا. وصافي دابا راه غادي يديها، ما عرفت صراحه معايش وكين غادي يديها. الحمد لله بعدا من عطاوه رونديفو اليوم، هادشي اللي كاين. انا قربت نسالي شي في حالي. شوفوا البنات، لقيت هاد لي زيكرون هادو باينين زوينين ديال افين. المهم صراحه ما عمري ما شفتهم، باينين يلا خرجوا. المهم هذا التانتي وهذا الانفيزيبل، ها هي مكتوبه هنايا تانتي، وهنايا فلويد شي حاجه. المهم هذا باينه فيه الانفيزيبل، وهذا التانتي 50% ديال البروتيكسيون. هانتوما هاد الثمن داير فيه 20% سولد. شوفوا وعاد كاين هذا اللي معروف،
هذا معروف ديجا، هذا اللي قلت لكم بالي جديد. طرازين يلاه جات، سالات من الطونتيست، خرجوا لها واحد السيرو انا نوريه لكم. راه درتو في الثلاجه، عطيتها شربات ودرتو في الثلاجه، ودابا سدات ليها الدرسه، عرفات المشكل من الجاي، ونوريكم كيفاش دايره العماره، وشوفوا كيفاش دايره بحال شي واحد ماشي مبتدئ، شي حاجه قل من مبتدئ. ما عمرني ما شفت شي عماره بحال هاد العماره هذه. سداتها ليها دابا، ولكن اللون وانتم شوفوه، شوفوا حكمه. ها انتم حلي فمك رازين، حلي فمك، شوفوا بغيت ندير عليها الفوكس. شوفوا العماره كي دايره، شوفوا مازال كتبان كحله الدرسه من الداخل، السوسه خلاتها وعمرت عليها. هاي زعما والابصي، غنوريكم الابصي فين كانت منفوخه ليها بلاتي رازين. ها شوفوا، شوفوا ها هو، هاي الابصي ما كيبانش مزيان، ولكن هاي راه كتب رازين. ميك يور ماوث دراي، ورينا شوفوا دابا، حلي فمك. شوفوا الابصي كانت عندها هنا ما بين هاد الدرسه وهادي وهادي بلاتي، هكا هكا اللحم راه تما راه زرق، راه يلاه تفشات. شفتوه بعدا، انا بغيتكم تركزوا ليا غير على العماره، شوفوا كي دايره، شوفوا العماره كي دايره. ما بغاش يتفوكسي التليفون، عصبني. حلي فمك رازين، حلي فمك، اجي هنا، دوري هنايا، دوري هنايا. شفتو كانت كان مخليه ليها التقبه هاد العماره، عاد دارتها عاد اليوم. شفتو ها هو السيرو البنات ديال زعما على الطلابسي اموكسيسيلين، قالت خص ضروري دار في الثلاجه. يلا دابا ما يقدر يخصو تشربو ثلاثه المرات في النهار، شفتو ولا اله الا الله. وصافي شنقول لكم، العار العار غيت برا دابا، ما تبقاش الضرة خصها انا هادشي كامل وتقات نوض عليها، وحيت انا ما متيقاش راه نقات لي هذيك السوسه. انا كنقول راه خلات السوسه وعمرات فوقها والله، حيت الدرسه مازال كتبان كحله من الداخل. يلا سدي عينيك هاكي. ثانك يو مامي، شريت لها هادو قبيله من بري مارك، عارفه غادي تفرح بيهم. But you have to share with your sister. Is it stickers for Easter? Yes, stickers, but not for Easter. Stickers. Okay. You will share with your sister. Yeah. But how do we open them? I'll help. Yeah. صافي كتبتي عليها بوحدها. زيديا. اخرى ما غاديش تشبع. لا زيدي يا زيدي، give her. I already give her one. Another one. Just two. شو شحال عندها وما بغاش تقسم معايا اختي. مامي كمان just. والو ما كتبغيش تلعب معاها، ما كتبغيش تقسم معاها. مازال رازين كتعيش كيما كانت عايشة بوحدها. شنو؟ I also have one sticker in my jacket. In my jacket pocket. Who's give it to you? Anita's sister. المهم البنات هذا هو الغدا ديالنا، قلت لكم ما غاديش نطيب غير كوموندا دابا، غير بيتزا وصافي لله البركة، ناكلو بيتزا. رازين وراسي الفحانين، اصلا عزيز عليهم بيتزا، انا صراحة ما عنديش معاها بزاف.